قال الشيخ رحمه الله إخبار بالذي وتحديث طبعا ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما فهو الستر صلة عائدها خلف معطي التكملة نحو الذي ضربته زيد فلا ضربت زيدا كان فدر المأخذ وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتم كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع ما رعوا وأخبروا هنا بأن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم إن صح صلة منه لأل كصو واق من وقى الله البطل وإن يكن ما رفع الصلة الضمير غيرها أبين وانفصل. السلام عليكم. عندك دفتر؟ لأن هذا لا يصلي عن دفتر، هذا الباب لا يصلي عن كيف دفتر شرحه لا بد له من دفتر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب عقده النحاة لامتحان الطالب وتدريبه عند أهل الصرف، باب يسمى باب التمرين. يقول لك صور صور من وعده على مثال يقطين يقطين القرع، تقول يوعيد. صوغ من وعد على مثال طومار، تقول وعاد. هذا يسمى باب التمرين في الصرف. وفي باب النحو عقدوا هذا الباب، وهو باب الإخبار بالذي والألف واللام. إذا قيل لك في هذا الباب أخبر عن الذي من قولك، أخبر عن زيد بالذي من قولك جاء زيد، ظاهر الكلام أن زيد يخبر عنه بالذي، لكن هذا ليس مرادا للنحاة. المراد أن تخبر، أن تجعل زيد خبر عن الذي. أخبر عن زيد بالذي من قولك جاء زيد، ظاهر الكلام أنك تجعل زيد مبتدأ والذي خبرا، وليس هذا مرادا. قالوا الأصل أخبر عن زيد بواسطة تعبيرك عنه بالذي. إذا قيل لك في هذا التركيب أخبر عن زيد أو عن عمر من قولك كرمت عمرا أو من أي شيء آخر، الاسم الذي قيل لك أخبر عنه اجعله خبرا وارفعه، وأتي في أول التركيب باسم موصول يناسبه. إذا كان زيدا تناسبه الذي، إذا كانت هند تناسبه التي، إذا كانت زيدين تناسبها اللذان، إذا كانت زيدين تناسبها اللذين، إذا كانت الهندات تناسبها اللاتي، وهكذا. إذا قيل لك أكرمت الهندات، تجعل الهندات في آخر التركيب مرفوعة، فتقول الهندات بهذا الشكل. ما الذي يناسبها بين الأسماء الموصولة؟ اللاتي تجعلها هنا. بقية الكلام اجعله صلة بين صلة للاتي. إذا وصلت للمكان الذي نقلت من الهندات اجعل مكانه ضميرا يناسبها في اعرابي. تقول اللاتي اكرمتهن الهندات، انت قلت اكرمت الهندات، الهندات نقلتها من بعد اكرمت، جعلتها في اخر التركيب وجعلتها موضعها ضميرا يناسب الموصول. يقول لك جاء زيد، اخبر عن جاء زيد. الخطوات اربعه: الاسم المراد الاخبار عنه تجعله مؤخرا زيد وترفعه مبتدا، وتاتي في اول التركيب باسم موصول يناسبه هو الذي. بقية الكلام اجعله صلة للذي. إذا وصلت الكلام الذي نقلت منه الاسم الأخير اجعل مكانه ضميرا يناسبه، تقول الذي جاء أي هو زيد، جاء هو زيد. فائدة الكلام: إذا قلت الذي جاء زيد في الكلام إسنادان، في الكلام إسنادان، الذي جاء زيد الذي مبتدأ ومسند إليه زيد، وجاء فعل ماضي ومسند إلى زيد، هذا أقوى. الكلام كان فيه إسناد واحد، جاء زيد، جاء مسند وزيد مسند إليه. الآن قلت الذي جاء زيد صار في الكلام إسنادان اثنان، خبر مسند إلى مبتدأ، فعل مسند إلى فاعل، فهمت؟ هذه ناحية. الثانية في فائدة القصر، في فائدة القصر، تقول جاء زيد وعمر، تكلم المتكلم تقول الذي جاء عمر، زيد ما جاء، واضحة؟ الثانية التشوير، تشوير. قال الشاعر: والذي حارت البلية فيه حيوان مستخرج من جمادي. تشوير، ما الذي حارت البرية فيه؟ ناقة صالح عليه السلام. والذي حارت البرية فيه ما هو؟ حيوان، في تشويق. وفي إجابة الممتحن والتدريب على النحو، ما عرف هذا الباب عرف النحو. أنا قوي. ما قيل أخبر، ما قيل مبتدأ، أخبر عنه بالذي هو خبر، عن الذي مبتدأ قبل الصغر، وما سوى الأول والأخير اجعله صلة عائدها خلف معطي التكملة خلف خبر، نحو الذي ضربته زيد فيا ضربت زيدا كان. أقول لك
قرأ خالد من القصة أخبر عنها. القصة قال أخبر عن خالد لحظة واحد واحد. قرأ خالد من القصة أخبر عن خالد لحظة. لا هو جاء من الخلف خالد باشر. نعم هنا الذي ها الذي قرأ خالد الذي قرأ لا الذي قرأ القصة أو قرأ قصة خالد. لو قلت الذي قرأ خالد القصة لا ما عمل شيء. الذي قرأ قصة خالد أخبر لي عن القصة أوضع هنا أقول قصة ما الذي لا سيما من الأسماء الموصولة التي أكمل خالد. التي قرأها خالد القصة أنت الإشكال. قال أحمد وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وثاقا لذتي أقول بلغ أو بلغت من أخويك إلى الزيدين رسالة سوف أخبر عن نفسي بلغت. فأجعل هنا في آخر تركيب أنا واضح وأقول الذي أكمل الذي بلغ ما تعرف بلغ من أخويك إلى الزيدين رسالة من هو أنا واضح. لا بد أن تخبر لا بد أن تعمل أو تقرأ كتابك مرة أخرى ترجع لي مرة أخرى. طيب أخبر لي عن أخويك طبعا هنا في آخر التركيب ما يقول أخواك مرفوع خبر ما الذي يناسبه في الأسماء الموصولة اللذان بارك الله فيك اللذان بلغت منهم إلى الزيدين رسالة منهم أخواك. أخبر عن الزيدين الزيدون زيدون قل لا زيدون وترى هنا ماذا الذين ليت هؤلاء أنت هؤلاء من بين أنت الذين بلغت من أخويك ها ما تقول إليهم إليهم جيد لا بس إليهم رسالة الزيدون واضح. أخبر عن الرسالة تضع هنا رسالة ما الذي يناسبها التي بلغت ولك أن تقول بلغتها أظن تقول ولك أن تحذفها عند مرة بك. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل مرة في أول كتاب الفية التي بلغت من أخويك إلى الزيدين ما هي رسالة أنا قلت بالذين والذين والتي أخبر مرائي وذاق المسيح هذا حقيقته بقي الشروط.